وقال عبد الفتاح السيسي في فيديو مشهور ليه موجود على اليوتيوب، بيقول انه مش معقول يعني تبني حاجة لله وهي على ارض حرام. وكان السؤال في السوشيال ميديا الناس بتسأل عبد الفتاح، هو انت جيت، اسمعوا كده، موجود غلط واللي كان موجود تعدي تماما، والمساجد والكنائس لا تبنى على ارض حرام، تبنى على ارض متخصص لها، يعني مفروض لها ارض تبني عليها والدوله موافقه عليه، واللي ما يعملش كده انت بتعمل حاجه غلط، حاجه غلط مش من منظور انضباط والتزام، لا لا ده من منظور ديني لو كنت عايز تفهم. الارض لا يعني لا يتم وضع اليد عليها بالامر من الموضوع، يقول لك اصل احنا بنبني جامع، ربنا ما يقبلش ان الجامع بتاعه يتبني كده، ربنا يقبل ان الجامع بتاعه يتعمل على اغنى ارض. كلام عسكري، وهو ربنا يقبل برضو انك تموت الناس في عربية الترحيلات، وهو ربنا يقبل برضو انك تقضي وتموت الناس على الهواء مباشرة في ربعة والنهضة، وهو ربنا يقبل ان كنتوا تحبسوا الناس في مسجد ولاد عدنان في رمسيس والناس تموت جوه وانتوا بتضربوهم من بره، وهو ربنا يقبل برضو انك انت تموت ولادنا جنودنا في سيناء عشان انت اللي راعي الارهاب، وهو ربنا يقبل اصلا انك انت تموت محمد مرسي في قفص بدون ما يدخل له اسعاف تلت ساعه، وهو ربنا يقبل انك انت تقتل الناس جوه السجون بدعوى ان بيجي لهم هبوط في الدوره الدمويه، يا رب تتشل في عينيك وفي الاخر تقول لي ربنا بيقبل، وهو ربنا يقبل اصلا ان كنت تطردوا الناس وترموا عفشهم من البيوت من البلكونات والشوارع عشان تقول لي اصل احنا بنتصالح، وهو ربنا يقبل انك تعوم الجنيه من غير ما تهيئ الناس اصلا، وهو ربنا يقبل انك تستدين قد ما استدانت كل اللي حكموا مصر عشان تبني قصور رئاسيه، وهو ربنا يقبل ان مراتك تعمل تعيد بس تاسيس استراحه ب 25 مليون جنيه والناس قاعده مش لاقيه تاكل، وهو ربنا يقبل انك تحدد الاول رغيف العيش كام رغيف لكل اسره وبعد كده بسنه تعمل الرغيف قد كده، وهو ربنا يقبل ان المساجد تبقى على ارض حرام بس الكنائس الارض الحرام فيها حلال. انت اي رب بتتكلم عنه الا اذا كنت بتتكلم على امون رع، بتتكلم على اتون، بتتكلم على اله المعيز، بتتكلم عند اله الخمر عند الرومان، بتتكلم على اي اله تاني، لكن ربنا ما يقبلش، ربنا فعلا ما يقبلش، ما يقبلش ان مساجد تهدم وبينما الكنائس مخالفه ولا تهدم، برضو ربنا ما يرضى، لا يقبل عندك ولا عند توادرس. وعشان بقى افكرك بيؤانس اهو، بيقول 70 80% من كنائسنا على ارض زراعيه وملهاش عقد ازرق، اسمع. احنا 70 80% من كنائسنا اوراقها مش ملهاش قرارات جمهوريه. 70-80% من كنائسنا مبنية على أراضي زراعية، أراضي وضع يد، أراضي ملهاش ملكية، ملهاش عهد أزرق. 70-80% من كنائسنا. فالقانون بيقول إن أي مكان تصلى فيه، أي مكان تصلى فيه سيتم تقنينه ككنيسة. قانون بناء الكنائس ده الإنسان الحقاني اللي يمسكه، كفاية 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 انه كل الكنائس اللي بنصلي فيها ال 200 متر واللي 100 متر واللي 1000 متر واللي 2000 متر واللي من غير ورق، هو ربنا يقبل كده يا راجل؟ قال لك ربنا ما يقبلش انكم تبنوا مساجد وكنائس على ارض حرام، هات لي كنيسه انت هديتها، هات لي كنيسه من ال 70 80% انت هديتها.